بابا ما غاديش يبغي دابا. امل واش حنا كنحاولوا نشوفوا كيفاش نلقاو حل، وانت عاد كتزيد تكفسها. واش باغا تزوج ولا ما باغاش؟ وبغيت ولكن راه واخا هكا ايوا سير بيو تزوجوا باش لا نوليو نخرجوا مجموعين ونضحكوا. ان شاء الله. غير بشويه الله يرضي عليكم بزز باش نعسات. اسمحي لنا خالتي، حنا مع الفرحه والله ما بقينا عارفين واش كنا كنغوتوا ولا كنهضروا عادي. فرحوني معاكم. لا خالتي، غير لقيتينا كنا كنهضروا على ضرب الصداق ديال امل وسفيان، قلنا زعما امتى غادي يكون، واش الجمعه ولا السبت؟ انا قلت لهم بعدا السبت. انت شنو مالك يا خالتي؟ اش من السبت ولا الجمعه؟ نتوما قررتوا عام تشاورتوا. لا ماما، غير كيضحك معاك، ما قررنا والو دابا. اش كتغمزوا تما؟ اش كاين؟ والو خالتي، دوي سفيان دوي. انا خالتي نجيك نيشان دابا، انا وامل بغينا نضربوا الصداق والعرس، ما عندنا شويه مشكل تتبغى انت وعمل مختار. هذاك هو النار الكبير عندي ولدي، ولكن راك عارف تشوريا يلا خرجات وحالتها راك شفتيها. عمك مختار ما غيبغيش دابا. شنو شنو هي في الحبس؟ ولكن يا خالتي هما دابا يوسف ونسرين تزوجوا فاش كانت توريا في الحبس، هي دابا الحمد لله خرجت بخير وعلى خير. عمك قبل يدير لهم لاكت حيت يوسف بغى يجلس معانا. شنو بغيتي نجلس معاكم انا؟